السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين بناتي؟ كي دايرين وليداتي، خواتاتي وخوتي؟ كي دايرين؟ بخير عليكم. هذا الفيديو الزوج ديالي في هذه القناة اللي غادي نقدمه معكم اليوم بالكرافس والكفتة، وغادي نبديو وغادي نوريكم كاع المقادير. يا بسم الله على بركة الله نبدأ. عندنا أول حاجة هنايا هذا سيرياليك ديال الذرة، ها هو اللي صامت ماشي حلو، وغادي نوريكم الطريقة كيفاش ديروا له. عندنا هنايا زيت العود، عندي الزيت شوية ديال المائدة، عندي هنايا بيستو ديال السوخة اللي كنعود بها أنا القزبر، ما عنديش القزبر، نتوما بطبيعة الحال تقدروا تعودوا القزبر. عندي شوية الحامض مصير، عندي الطوماطيش ها هي مشلضة، عندي البصلة مشلضة، عندي زوية الزيتون، عندي هنايا واحد نص كيلو ديال الكفتة، عندي خيزو ها هي، وعندي هذا الكرافس وهذا الطويجين وهذه التوابل بطبيعة الحال. يلا غادي نبداو. بسم الله على بركة الله نبدا. غادي نبداو بهذا السيرياليك، ها هو اللي راني درتو. غادي نطحنوه هنايا في المولينيكس. انا كيعجبني نعوضو بحسن من الخبز اليابس، حيت هذا ديال الذرة وفيه الفائدة، والدراري والكبار وكل شيء ما نبغيش ندير الخبز اليابس، ما كيعجبنيش. غادي نطحنوه بحال هكذا. بسم الله على بركة الله نبدا. هذا غادي نبديو هنايا بالبشلة، البصلة مشلدة هنا في الطاجين. غادي نديرو هنايا شوية ديال الزيت ديال العود، شوية ديال المائدة ها هي، وغادي نديروها فوق النار حتى طيح. بسم الله غادي نطيحو هنايا البصلة ديالنا، عادو ونزيدو مع بقية المقادير. غنطيوها بحال هكا وغادي نرجعو. بسم الله هاد الكفتة ديالنا غادي نديرو فيها واحد البيضة. هذا هو السيرياليس اللي قلت لكم راني طحنته، كنعودو انا بالخبز اليابس، ما يعجبنيش مع هذا ديال الذره، صحي بزاف للوليدات وكل شيء. غنديروا غير واحد الكيمياء قليله. غادي نديروا هنايا واحد المعلقه صغيره، ها هو عندنا هذا الحامض المصير معسل، واحد المعلقه كتعطي واحد المذاق زوين. غادي نديروا هنايا هاد الصلصه ديال السوخه اللي انا كنعودها بالقزبر، ما عنديش القزبر، نتوما تقدروا تعودوها بالقزبر. غادي نديرو شويه الزيت ديال العود، غادي نوليو للتوابل. غادي نديرو هذا الفلفل الاحمر، هذا الفلفل الاحمر اللي انايا خدمته لراسي، هذا ما مشريش، هذا راني بستو وطحنته بصح غير هرمشتو، انا ما يعجبنيش يكون غبره. هو هذا. غادي ندير شويه ديال سكينجبير حسب الذوق، كاين اللي يبغي توابل كثيره، كاين اللي ما يقدش ياكلها، وهذاك الشيء كل واحد يدير على حسب الرغبه ديالو. انا غير راني نوريكم وصافي. غادي نديروا هذا الخرقوم. الكفته ديالنا هي خلطناها مزيان، التوابل تدخل في بعضياتها. غادي نديروها هكا كويرات كفته طبيعه الحال ديال العجل، نديروها هكا كويرات كبارين هكذا ورجعوا هكذا. بعد ما البصله ديالنا طاحت، غادي نزيدو الطوماطيش ها هي اللي مشلضة، وغادي نرجعو معاها. بعد ما رجعنا مع الطويجين ديالنا اللي ها هو الطوماطيش والبصله طاحو مزيان، تكلاو مزيان مزيان هكذا، غادي نديرو التوابل ديالنا. غادي نديرو شوية ديال الملحة، غادي نديرو شوية ديال الخرقوم، شوية سكينجبير، شوية الفلفل الأحمر اللي قلت لكم راني خدمته أنا، كيجي حلو صدقوني، غادي إلا جربتوه وغادي من بعد نوريكم كيفاش تصايبوه، كيجي هائل. وشوية بطبيعة الحال ديال السودانية ها هي اللي كي يبغي شويه ديال الحار ها هي، وغادي ندمجوها مع رودياتها مزيان هكذا، وغادي نديرو شويه ديال الحمر المصير هكذا غير شويه باش يعطينا هذاك المذاق ديال الحموضه.
وغادي نديرو واحد القطره صغير ورا غير واحد شويه ديال الماء هكا حيت الكراس كيطلق الماء وكلشي كيطلق الماء هكا باش ما تجيناش الوزان. وبطبيعة الحال غادي نوليو نحطو هكذا الكفته ديالنا هكذا هنا وغادي نزيدو الكرافس ديالنا. صدقوني هاد الكرافس راه بحال الخرشف وصدقوني انايا هذه هي الاكله ديالنا المفضله. صدقوني هذه راه مزيانه بزاف للمرض ديال السكر. راه الا كليتيها تعشيتي ما تحتاجيش تضربي ليبرا ولا تشربي كنينه ومزيانه صحي. هاد الكرافس راه فيه بزاف ديال لي فيتامين صحي بزاف بزاف. صدقوني الا جربتوها غادي 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 تشوفوا كيفاش غادي تكون هذا الطاجين. ها هو غادي نزيدو هكا واحد خيط زوات ديالنا بحال هكذا وغادي نزيدو عليهم هكا شويه ديال التوابل هكا. هاد الفلفل هو اللي هو السر ديال هاد الاكله في البنه غادي يجي هائل صدقوني ما غاديش تندموا. وغادي تزيدوا طبيعه الحال الزويتينات ديالكم وهاد الطويجين ديالنا وجد ونتلاقاو بعد ما يطيب. رجعوا معاكم للطاجين ديالنا ها هو وجد. راه من كديروا الطاجين بالكفته ما كيخصوش الوقت بزاف. انا يلاه واحد 20 دقيقه كان طايب ها هو. الصحه والراحه نتمنى باش يعجبكم نتمنىكم باش تجربوا هذا الطاجين ديال الكرافس وغادي يعجبكم بزاف. ونتمنىوا باش تساعدونا وتعاونونا باللايك ديالكم وتبارك الله عليكم المشاهدين وبالسلامه عليكم ونخليكم في امان الله وحفظه ومع السلامه.